بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وندمو چه توچه ناتو چابا توچه زاري لاستاوسا چوه فلقوت سمونوني مدرقو عند بقال الله سون بقال بتملكتنا سون يغنى بقال ويمدقمو كريسماس يلو تال فرنجو چو سلازي هلوم يراسو يهونا امنتالو نعم عند مسلم امنتالن يه امنت ياو عيسى عليه السلام يتولد بت كأنه بلونه يميا كبروت بنقرأتش اللاي بعيسى عليه السلام ولدت لاي يتلايو حسابوش ناتشه اللوت يتكللونا يتتكللونا واتي هنا حسابي لم بودزيز عالقبا مني نقرقنا الله سبحانه وتعالى عبادة يمنا درق سووش با الله اندنت بمحمد ملاك تنينت يمنا من سووش مسلموش هنا እዚህ ላይ አንዳንድ የምንፈጽማቸው ስተቶች አሉ። እነዚህ ስተቶች ኢሳ አለይሂ ሰላም ይችን ምድር ለማዳን ወይም የሰው ልጅ ለማዳን ጌታ ሆኖ የተፈጠረበት ወይም ደግሞ ጌታ ሆኖ የመጣበት ጊዜ ነው ብለን የምናምን በዚህም ላይ ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ብለን መልእክት የምንለዋወጥ ይሄን አመት አድሱን አመት መልካም የጥሩ ጥሩ የምንሰራበት ጥሩ ህይወት የምንኖርበት አመት ያድርግልን ብላችሁ መልካም መልእክት የምትለዋወጡ ሙስሊም ወገኖቼ ሙስሊም ወንድሞቼ እህቶቼ ትልቅ ስተት መሆኑን እዚ ላይ ሽርክ መሆኑን አላህ የማይፈቅደው አላህ የማይወደው ነገር መሆኑን ልትገነዘቡ ይገባል። በነገራችን ላይ አላህ በማይወደው ነገር ላይ እንዴት ብሎ ነው መልካም አመት የሚሆንልን? አላህ የማይወደውን ተግባር የፈጸምን እንዴት ብለን ነው سلام يهونه طور يهونه هيوت يمنمنيو نغطات الله سبحانه وتعالى وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون الا اقوماچو يميتيقوت نغرا ليل على الله سبحانه وتعالى سلازي احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله انزي نفساچون يبدلوا በሽርክ የተጨማለቁ ሰዎችን ከመሰሎቻቸው ጋራ ቀስቅሷቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ከአላህ ውጪ ሌላን አማልክት ይዘው ነበር አላህ ያዘዛቸውን ሳይሆን ከአላህ ከትእዛዙ ወጥተው ሌላን ነገር ያመልኩ ነበር ሌላን ነገር ይፈጽሙ ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إلا الله فوربك بجيتايون لنسألنهم أجمعين هلون من تأيك أجوال يسروا تنسرا تقبارات شون كسلمنا فنقى طبة شرك يسروا بطن هلون من نقر ان تأيك أجوال عما كانوا يعملون سيسروا تينبرون هلون سرزي عند مسلم يهي طرو نقر مسلون ملك تيمن اللو عوات سوج الله اللي مفرق قبل الله اللي مفرع يقبل إيهي إنياني من ملكة قد داي سلال هنا أبابين من اللالا كبت يملكان ملكة وچين يمن الدرار رسبت يمن اللالا كبت من المعينة من قرية اللالم نبي عليه الصلاة والسلام هلا تعيد وچين دالو نقرونا عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك بنزي هلا تعيد وچ ملكة وچاچين ملوا وطنشلال يسلام يفكر የደስታ መልእክቶቻችንን በእነዚህ ዒዶቻችን እንለዋወጣለን። ከዚህ ውጪ ግን የሚመለከተን ጉዳይ ስላልሆነ በማይመለከተን ጉዳይ ላይ መግባት ውድቀቱ በጣም የከፋ ነው የሚሆነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን። ይሄን አጭር መልእክት ለማስተላለፍ በየነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።